هذا سائل يقول: علقت الطلاق على شرط، فقلت لن أجامعك يا زوجتي خلال شهرين، وخلال الشهرين جامعتها بإيلاج، لكن هناك حائل على فرجي، فما حكمه؟ ما ندري وش اللفظ اللي انت قايل، اللفظ اللي انت قايل بالضبط ما هو. نعم، انت محرم، قال انت تحرمين علي مدة شهرين او شهر، هذا ظهار، هذا ظهار مؤقت، اذا تم وقته حلت لك، اما ما دام الوقت باقيا فهي مظاهر منها، فاذا جامعتها يكون عليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا كما في الآية من سورة المجادلة. نعم، هذا ظهار، تحريم الزوجة ظهار، لكن إذا كان مؤقت ومضت المدة انتهى الظهار بمضي وقته وحلت لك، أما إذا جامعتها في أثناء المدة يكون عليك كفارة الظهار. نعم.